البيض بيجي. طبعا عندنا انواع كتيره اصلا من البيض، سواء بقى بيض بلدي، ساسو، رزي، ابيض. دخلها المكنه ديت اللي قدام حضرتك ديت، بتخش 18 يوم تمام، وبعدين تخرج من المكنه، تخش على الهاتش، تقعد 3 ايام البيضه، وبعد كده تفقس كتكوت. يعني مده التبريد كلها بتبقى حوالي 21 يوم. الشغل يعتبر شغال 24 ساعة عشان يراقبوا المكن، في طبعا انذار عشان لو في أي حاجة حصلت في المكن أو في الهاتش، بتدي انذار، بيجوا يبصوا على المكن في إيه، سواء في نسبة الرطوبة أو الحرارة لو عليت أو كده. إزاي بنعرف الكتكوت النهاردة نشيط؟ من الحيوية بتاعته، الكتكوت بسم الله ما شاء الله بيجري قدامك، ما فيهوش لا سرة ولا عيب خلقي ولا أي حاجة. ازاي استفدنا من مشروعات صغيره اللي بيمولها البنك الزراعي المصري؟ البنك الزراعي دلوقتي تطور جامد جدا كمان، الناس متعاونه جدا، الناس كويسه جدا بصراحه، مقابله ما فيش بعد كده، بيحاول يذلل لك اي عقبات تبقى موجوده قدامك. اعتقد ان هو اتطور بنسبه 95% عن زمان. يعني بيض ابيض غير البيض البلد المشعر، غير الهجين، غير الرزي، كل حاجه لها حاجه، كل حاجه لها وضعها. الكتكوت البلدي لانه طبعا عايز البيضه، فطبعا البيض غالي، فهو ما بياخد الكتكوت دوت وبيربوا في البيوت، طبعا بيديهم انتاج بيض ياكلوا هم واولادهم. يعني عندي توزيع لغايه اسوان، عب الصعيد، ليا ناس كتيره في عب الصعيد، فتوزيع كتير يعني الحمد لله، من المنصوره لغايه اسوان شغال في توزيع يعني. وتشاهدون كل هذا في برنامج الثمرة مع عز النوبي.